بالنيابة عن الهيئة الإدارية واللجنة الثقافية بالنادي الأرثوذكسي. رحب بالمحاضر سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، ورحب بكم جميعا في رحاب ناديكم. لنا الشرف أن يكون بيننا اليوم سعادة الدكتور طلال أبو غزالة ليحدثنا عن تحديات مواجهة أزمة الاقتصاد العالمية. وللتعريف عن سعادته أقول: ولد طلال أبو غزالة في يافا بفلسطين سنة 1938، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزالة، وقد تأسست المجموعة عام 1972، وهي مؤسسة عالمية يعمل في خدمتها حوالي 2000 مهني في 71 مكتب من خلال الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، تركيا، الهند، روسيا، قبرص، باكستان والصين وكابل الله وكابل بأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك فإن لدى المجموعة مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب اتفاقيات تحالف استراتيجية مع شركات وشبكات مختلفة ومتنوعة. تقدم مجموعة طلال أبو غزالة حاليا مجموعة واسعة من الخدمات المهنية التي تشمل المحاسبة، التدقيق الخارجي والداخلي، خدمات الاستشارات الإدارية، التدريب المهني والفني، خدمات للمستثمرين واستشارات الأعمال، التجارة الإلكترونية، تعليم إلكتروني وتطبيق أمن تقنية المعلومات، كما أنها تعمل في مجال الترجمة الفورية والترجمة المهنية، تعريب المواقع، تسجيل أسماء المجال. وتملك أيضاً المجموعة وكالة أنباء الملكية الفكرية، وهي تعطي اهتمام للملكية الفكرية حيث أنها تقيم أعمال وموجودات الملكية الفكرية، تسجل وتحمي وتجدد الملكية الفكرية، وكذلك تؤدي خدمات قانونية واكتتابات عامة وغيرها من الخدمات. وقد نال سعادته عدة أوسمة وجوائز وشهادات، اخترت منها وسام الاستقلال الأردني عام 1967، جائزة ميركوري الذهبية العالمية في البحرين عام 1978، وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس في فرنسا عام 85، وهذا يبدي اهتمام دكتور في الموسيقى، دكتوراه فخرية في الآداب من جامعة كانيشوس ببافلو نيويورك في عام 1988، وجائزة تقديرية من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في الأردن عام 2009. لسعادته عضوية في عدة مجالس، أذكر منها على سبيل المثال المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية في باريس فرنسا، مجلس إدارة مؤسسة الملك حسين في واشنطن بالولايات المتحدة، مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد. أكرر الشكر وكل تقديري واحترامي لوجوده معنا، وأطلب من سعادته التفضل بإلقاء محاضرته الكريمة. مساء الخير. اولا اعتذر انكم تدبستوا في بعد ما بطلت عين لما دعيت، فمعلش يعني تكسبوا في اجر، معلش. شكرا لانكم قبلتوني بدون الالقاب، فبارك الله فيكم. عندما دعيت لاكون معكم كان شعور سعادة وحماس، وأنا اللي اتصلت إنه أنت بتكون، يعني لأنني عدت إلى 70 سنة سابقا. أنا ولدت في يافا ودرست في المدرسة الأرثوذكسية في يافا،
بداية دراستي وعلمي كان عند الأرثوذكس، وتعلمت في المدرسة الأرثوذكسية ليس العلم فقط بل أيضا الأخلاق والمحبة والإنسانية. فبالنسبة لي كان شعور جميل بعد 70 سنة أن أدعى إلى النادي الأرثوذكسي بعد أن بدأت حياتي في المدرسة الأرثوذكسية. اليوم حديثنا يعني ححكي من القلب للقلب، فيش محاضرة مكتوبة ولا أفكر بأن ألقي محاضرة، أريد أن أطرح بعض الأفكار وبعدها إذا حبيت وإذا سمحت أن أتلقى الأسئلة أو الحوار أو الانتقاد أو تصحيح الخطأ في ما أقول. هل العالم في أزمة حقيقة؟ أنا قلت ذلك عام 2008 وكلامي موثق في الإعلام وفي الصحف، وأننا أمام أزمة ستستمر 10 سنوات، قلت يوما، وقلت أننا سننتقل من الأزمة المالية إلى الأزمة الاقتصادية وهي الأصعب، وانتقدني الخبراء والمحللون الاقتصاديون الكبار الأساتذة اللي بيفهموا أكثر مني، وأنا أقر بأنهم بيفهموا أكثر مني، إنما أنا كنت أتكلم ليس كخبير إنما كقارئ وكمستقرئ للمستقبل ولا مفكر، تلميذ. فعندما بدأت في متابعة كطالب ما يحدث في العالم رأيت أن هنالك بذور أزمة مالية خطيرة جدا، والطريقة التي ستعالج بها ستنتهي لتصبح أزمة اقتصادية. وأنا يعني ربما أكون أقل الناس خبرة أو علما، بس أنا بدي أرجع للنيوزويك، مجلة نيوزويك اللي هي معروفة مجلة أمريكية، في عددها الصادر بديسمبر 2009 هذا الغلاف يظهر الكابيتول هيل مقلوب تحت فوق، يعني الكابيتول هيل ساقط، ويقول how great powers fall، ويشرح بأن، وهذا كانت حكمة من النيوزويك حقيقة لم يسمعها صانع القرار الأمريكي، steep debt low growth high spending kills empires and America could be next. هذا كلام نيوزويك وهي صورتها مش مني. في أغسطس من هذا العام طلعتنا التايم بغلافها يقول the decline and fall of Europe. هناك حكينا عن أمريكا، وأنا عندما تكلمت في عام 2009 مش ب 2011 قلت أن أوروبا ستنهار مع أمريكا، لأن الشريك الوحيد الحقيقي لأمريكا في الدنيا هو أوروبا، 75% من استثمارات أمريكا الخارجية هي في أوروبا، و 75% من استثمارات أوروبا الخارجية هي في أمريكا. إحنا صفر، الشراكة العربية الأوروبية أو الشراكة العربية الأمريكية صفر. الشراكة بمعناها مش إنه عندك سوق ولا عندك وكالة ولا عندك فرانشايز ولا عندك موزع، الشراكة بمعنى أن نقيم مشاريع مشتركة نربح ونخسر فيها سويا، وهذا غير موجود. هذا في أغسطس من هذا العام. في هذا الشهر في أكتوبر طلعت علينا الإيكونومست، أنا عم بأخذ أغلفة مجلات معروفة كلكم تعرفوها أكثر مني، تقول الإيكونومست until politicians actually do something about the world economy be afraid، وحتى be afraid بالأحمر. أنا أقول نعم، الإيكونومست معها حق، they have to be afraid، مش نحن، لأن العالم الغربي هو الذي في أزمة وليس كل العالم، وما تخلي تختلط علينا الأمور ونظن أن كون أمريكا وأوروبا في أزمة نحن أيضا في أزمة، بل أنا أقول وأخر بالنهاية أود أن أخلص إلى أن هذه الأزمة هي فرصة لنا، بعكس ما تمناه بوش الصغير أو اللي بيسموه بوش الابن
عندما قال أننا وقعنا في هذه الأزمة جميعا كعالم ولا يجوز أن نخرج منها إلا سويا ولن نسمح لأن يكون هنالك مستفيد. فجاء وراء أوباما وزار الصين وقال في زيارته العام الماضي إن انتعاش الاقتصاد الأمريكي يعتمد على ازدهار الصين، معنى أن كل ما قاله بوش كان خطأ من حيث تصوره الاستراتيجي أن ما سينقذ الاقتصاد الأمريكي هو ازدهار العالم الآخر. ومراكز الدراسات الغربية كلها وأنا قارئ لها وأتابعها بدقة تقول بأن الثروة والازدهار اتجه من الشمال إلى الجنوب في الكرة الأرضية ومن الغرب إلى الشرق. الثروة تتجه جنوبا وشرقا، ونحن من حسن الحظ موجودين في الجنوب وفي الشرق، احنا في جنوب الكرة الأرضية وفي شرقها. فإذا خلينا نبدأ بأنه إذا أي شيء مقلق بتكلم عنه عن الغرب لا يجوز أن نفترض أنه سينطبق علينا في هذه المنطقة. أنا أريد أن أقول أن الأزمة خطرة لأنها انتقلت حكما، يمكن الإدارة الأمريكية ما كانش عندها حل آخر إلا أن تضخ المال، تطبع الدولار وتنقذ الشركات المتعثرة حتى لا تتعثر وتنهار وينهار الاقتصاد. هذا أدى إلى أن الأزمة انتقلت من القطاع الخاص إلى الدولة، فأصبحت الدول هي العاجزة بعد أن كانت الشركات هي العاجزة لأن الدولة أنقذت الشركات. يمكن قرار حكيم يمكن قرار خطأ، بس أنا عم أوصف ما هو موجود. أمريكا الآن تلوم أوروبا بأن أزمة أوروبا ستقضي على الاقتصاد الأمريكي، ونسيوا مع أن الذاكرة كلها سنتين نسيت أمريكا أن مشكلة أوروبا هي بسبب أمريكا. الآن تلوم أمريكا أوروبا بأنك أنت يجب أن تعمل شيء وتنقذ اقتصادك لأن هذا الانهيار سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي. وما تقصد أمريكا هو كلام موجه إلى دولة واحدة اسمها ألمانيا، لأن هي الوحيدة القادرة على إنقاذ الاقتصاد الأوروبي على حساب مغامرة أن تنهار معه. لو كانت ألمانيا تضمن أنها تستطيع أن تنقذ أوروبا من الأزمة دون أن تنهار هي، أنا أعتقد أنها تقوم بذلك لأن مصلحتها أن تقوم بذلك، ولكنها ألمانيا ليست متأكدة من ذلك. منطقة اليوروزون، يتكلم الآن الحديث عن اليوروزون وعن مشكلة اليوروزون. صحيح في مشكلة باليوروزون، بس مشكلة اليوروزون مش مشكلة اليورو فقط، مشكلة الاقتصاد نفسه. ليس هنالك دولة أوروبية إضافة إلى أمريكا إلا تخطط المعايير الدولية المحددة كسقوف للدين العام وللعجز في الدولة في الميزانية. يعني نحن مثل أمريكا ومثل أوروبا ولا في هذا الموضوع، بس احنا بالأردن تعدينا نسبة 3% العجز في الميزانية. المعايير الدولية تقول لا يجوز أن يزيد عجز الموازنة عن 3% من الناتج القومي، ولا يجوز أن يزيد الدين العام عن 60% من الناتج القومي. طبعا نحن تخطينا 2 هون كأردن، وإنما حديثنا مش عن الأردن بس. بأمريكا ضعف على الأقل العجز المقبول، هنالك عجز في الموازنة الأمريكية وضعف الدين العام، هنالك دين بالنسبة لأمريكا، وهذا ينطبق على كل أوروبا. وعندي أرقام إذا بعدين حبيتوا ممكن أعطيكم، بديش أشغلكم بالأرقام، ولكن كل دول أوروبا واليابان يعني كل دول العالم المتقدم فيها الدين العام تخطى الحدود المسموح بها، وفيها عجز الموازنة حتى تخطى الحدود المسموحة. وهي مشكلة هون، أنت تدخل في كاتش 21 بسموها 22 كاتش 22. الدين العام العجز فيه يتطلب أنك تقترض حتى تأدي الخدمات المطلوبة وتسد العجز في الإيرادات، وعندما تقترض تدفع فوائد تزيد عجزك. ف يعني في الحالتين it's a vicious circle، حتضلك تقترض لتوفي
أمورك إلى أن تصل إلى مرحلة الإفلاس. والدول تفلس كالشركات ولكن بأسلوب مختلف. الشركة عندما تفلس إذا فلسنا نحن بنصفي الموظفين، بنبيع العقارات إذا عندنا عقارات، بنسكر الدكانة وبنروح على بيتنا. الدولة عندما تفلس يعني أنها تتوقف عن قدرتها على أداء الخدمات للمواطن. إفلاس الدولة هو عجزها إما جزئيا كما هو حاصل الآن أو كليا كما سيحصل مستقبلا. وهذه الإيكونومست عندما تقول هالكلام كلام يستحق وقفة وتحليل كثير. يعني هي كلمة واحدة حطاها بأفريد وتقول until the politicians actually do something about the world economy. شو المقصود بعمل شيء؟ إنه الدولة إما أنها ستستمر في عجز تدريجي، بتضطر تخفض الخدمات الطبية، تخفض دعم التعليم، تخفض الضمان الاجتماعي إلى آخره، إلى أن تصل إلى حد لا يستطيع المواطن أن يقبله فتقوم الثورات. وبدأت في أوروبا وبدأت في أمريكا ولكنها لم تبدأ بالشكل الكافي. وأنا كنت أتحدث أمس مع أحد السفراء الغربيين وكان ينتقد ما يحصل في الوطن العربي. مش راح أتكلم عن ما يسمى بالربيع العربي ولا أسمي ربيع عربي، له اسم ثاني آخر عندي لأنه هذا سيكون موضوعي بكرة في الجالية اللبنانية بدعوة من السفير اللبناني. لا أريد أن أتكلم اليوم في موضوع سأتكلم عنه غدا بدعوة من سعادة السفير. إنما ما أردت أن أقوله بأنه هذا الوضع الذي وصلت إليه الدول بأنها أصبحت غير قادرة أن تستمر في الدلع والترف. المشكلة في أوروبا في الغرب عموما، الغرب كله، أن السياسيين كانوا يتنافسوا للوصول إلى الكرسي من خلال رشوة المواطن. يأتي الزعيم ويعطي برنامجه، المنافس تبعه بيعطي سقف أعلى. أنت بدك 35 ساعة عمل بالأسبوع، أنا بدي أعطيك 30 ساعة، بدي أخفض إنتاجيتك وبالتالي أخفض الإنتاج الناتج القومي. الآن الزعماء بأوروبا بيعطوا وعود إنه راح نشغلك 30 ساعة بس، بدل ما تشتغل مثل ما إحنا نشتغل 48 ساعة كحد أدنى. وأنا بعرف إنه كلكم تشتغلوا أكثر من 48 ساعة، خصوصا اللي بيشتغلوا معي زملائي. 48 ساعة مش هي الحد الأدنى، إحنا في عنا حد أدنى آخر. فالمهم هذه الدول ستصل إلى مرحلة، وكان السفير عم بيقول لي إنه إحنا بس لما بتصير هالشغلات ما بنستعملش العنف. قلت لهم سيستعمل العنف عندما يصل المواطن الجوعان في أوروبا وفي أمريكا إلى أنه ما عنده يأكل ولا عنده ينام ولا عنده يدخل ابنه على المدرسة ولا يودي أمه عند الدكتور. هيهجم على المخفر، ولما يهجم على المخفر حتضربوه زي ما عم يضربوه في الدول العربية. فما تعيشوا مرتاحين، انتوا عشتوا بطرف المواطن، الان عم تمارسوا طرف الحكومه. الحكومات الاوروبيه والغربيه تمارس طرف الفكري بانه احنا لا عندنا اسلوب عدم القمع. انا مش عم بقول انه في قمع، انا عم بقول بالعكس ان هنالك حقوق للشعب بدك تعطيها، ما بتعطيها بياخذها بالقوه. فلذلك ما نحن فيه هو ألف مره افضل مما هم فيه. ليش؟ لأنه نحن لم نترف بالشكل الذي أترف فيه الفرنسي أو الأمريكي أو الإسباني. فلذلك متعودين نحن على الخشونة، متعودين على الحد الأدنى من الضمانات والحد الأدنى من الخدمات. أما ما يكون الحد غير قادر الدولة عليه تصبح مشكلة. فإذا عندنا موضوع إفلاس الدولة المقبل في الغرب كله. اقتصاديا شو اللي راح يحصل؟ احنا الان سندخل في مرحلة ديفليشن، مش انفليشن، ديفليشن، اي هبوط الاسعار باستثناء المواد الاساسية، الادوية، الاكل الى اخره. ايضا عم بحكي انا عالميا ولا ما بحكيش على المنطقة، بالعكس بقول نحن هنا مستفيدين من هذا لانه نحن مستوردين صافين. نحن لا نصدر شيء خصوصا في الأردن إلا مادتين البوتاس والفوسفات، فيش غيرهم يعني عمليا، الباقي ليس له قيمة كبيرة اقتصادية أو مبلغا. فنحن مستوردين لكل شيء، فمعناته كل شيء راح يرخص إحنا مستفيدين. فما نقولش إنه مدام حيدخل الغرب في ديفليشن معناته إحنا أيضا سنصاب
بأزمة اقتصادية، بالعكس الغرب أيضا عنده مشكلة إحنا نتميز عنها. وأنا كنت لما صدر تقرير الأمم المتحدة الـ UNDP عن الطاقة البشرية، يعني إحنا كل ما زاد إحنا في ثقافتنا، كل ما زاد عدد العائلة كل ما زادت الإنتاجية وبالتالي يزيد الناتج القومي. في عقلية التقرير UNDP لا، هاي مشكلة إنه إحنا أمة شابة. الحقيقة أن الغرب يعاني من أنه أمة هرمة بينما نحن أمة شابة، وهي ميزة إضافية لنا. نحن في عصر المعرفة، وما بقدر أدخل في أي موضوع أتكلم فيه سواء أزمة اقتصادية أو نوع أي نوع من المواضيع دون أن أتذكر أننا في عصر المعرفة. عصر المعرفة له معايير مختلفة للثروة وله معايير مختلفة للاقتصاد. في عصر الثروة المعرفة، صنع المعرفة هو بتقنية المعلومات والاتصالات، صنع المعرفة، وصنع المعرفة هو الذي يؤدي إلى صنع الثروة. إذا نطلع على كل أغنياء العالم اليوم، ليسوا لا أصحاب ناقلات النفط ولا أصحاب الفنادق ولا أصحاب العقارات التاورز ولا شيء، كلهم ما يسميهم بيل جيتس كما يصف نفسه knowledge workers، عمال معرفة. عامل المعرفة هو الآن الأغنى في الدنيا. وما فيش لزوم نحكي عن أمثلة، لما اخترع جوجل وسكايب هذا اللي أقصده، والياهو والاختراعات التقنية اللي انتم تعرفوها أكثر مني. هذا هو مستقبل الثروة، وهذا متاح لنا طالما عندنا شبابنا. وخلنا نكون صادقين مع أنفسنا، لا أنت محتاج دولة ولا محتاج ممول أصلا، بالعكس أنت إذا ما عندك دولة ولا ممول تنجح أكثر. اللي اخترع الياهو شابين تخرجوا من الجامعة لما يجدوا وظيفة، قعدوا بالغرفة تبعيتهم يلعبوا على الكمبيوتر، لاخترعوا نظام الياهو وأصبح قيمته 100 مليار. لا حدا أعطاهم فند يدعمهم ولا دولة ساعدتهم ولا حدا رعاهم. فأنا أريد أن نخلق في شبابنا هذه الروح، أنه أنت ما عند مش محتاج حد ولا تريد أحد يساعدك، بل بالعكس أنت تنجح أكثر إذا ما حدا ساعدك. في عصر المعرفة كل ما تحتاج أصابع لتستعملها وعينين لتشوف وجهاز وكونكتيفيتي، سأنت تستطيع أن تتعلم، تستطيع أن تتاجر، تستطيع أن تبيع وتشتري، وخصوصا في عصر الخدمات. الخدمات تشكل 80% من الناتج القومي، مش التجارة، مش السلع. وبالتالي أمامنا فرصة في عصر المعرفة أن نتاجر، وهي ما بحتاج لا رخصة تصدير ولا رخصة استيراد ولا دولة تقول لك ليش بعت وليش جبت بضاعة فاسدة. تستطيع احنا مثلا كشركة ترجمة، نحن أكبر شركة ترجمة في العالم من اللغة العربية إلى الإنجليزية، مش بحط الكلام دعاية لأنه مش هذا الهدف، إنما 90% من جهازنا مش بالمكتب. الجهاز اللي موجود في المكتب فقط شغلته الكواليتي كنترول، اللي بيشتغلوا عندنا سيدات وشباب من بيوتهم في الأردن، في فلسطين، في لبنان، في كل محل. نبعثوا العمل أونلاين، بترجموا ببعث لنا إياه أونلاين. الخبراء اللي عندنا بيراجعوا إلى ضمنوا الكواليتي. وهذا واحد من 100,000 عمل ممكن أن تعمله في عصر المعرفة وتكسب رزق وتعمل وتدعم الاقتصاد، لأنه الاقتصاد هو نتيجة بيع السلع والخدمات بس. أما اللي بيقعد بالبورصة وبيشتغل 100 مليون باليوم بدخل للناتج القومي 0. الناتج القومي هو نتيجة بيع السلع وشراء السلع والخدمات فقط، هكذا ينمو الاقتصاد. فإذا نحن في عصر كل شيء فيه متغير ومتغير بسرعة، ومع الأسف نحن ما زلنا لسه المايند سيت تبعنا إنه منطلع كل شيء صح في أمريكا، كل شيء صح في أوروبا، وكل شيء خير هناك، وكل شيء هناك الكويس، وهناك اللي خير، وهناك المصلحة، وهناك المستقبل. بينما هم هناك راحوا إلى الصين والهند واليابان وسوري والبرازيل وأفريقيا، وأصبحت العالم الجديد هو العالم القديم. العالم القديم عاد مرة أخرى وأصبح العالم الجديد. أنا أقول إنه أحد الأساليب اللي يجب أن نستفيد منها في هذه الأزمة هو أن نتبع ما اتبعوه هم الآن، لأنهم في أزمة تحولوا من الفري تريد إلى البروتكشنزم. الآن
كل الدول الغربية تمارس الحمائية وبطلبوا منك تحرير تجارتك، حرر، افتح اقتصادك، افتح سوقك. وهو كل اجتماع لقمة السبعة، وعلى فكرة قمة السبعة ما زالت هي قمة السبعة تأخذ القرارات لحماية الدول هذه المتعثرة، وقمة العشرين هي ديكور، يعني تجتمع قمة العشرين تعمل بيانات شب حلوة وبعدها بروحوا هدول بقعدوا قمة السبعة وبأخذوا القرارات اللي تحميهم، وحمايتهم عم تأتي من خلال الحمائية، وبطلع بالقرارات تبعيتهم لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات، راقبوا قراراتهم في اتخاذ الإجراءات الحمائية التي تراها مناسبة لاقتصادها. ما في حمائية أكثر من هيك، هذا تعريف الحمائية، هذا هي البروتكشنزم. الدولار في أزمة طبعا، اليورو في أزمة طبعا، وهدول اثنين الشركاء عندهم الآن حديث سري بينهم بأنهم بدهم يعملوا عملة جديدة أو ميكانيزم تربط العملتين يسموها الجي 2، مثل ما في الجي 7 الدول الاقتصادات السبعة الأكبر، بدهم يعملوا العملتين الأكبر الجي 2 ليصمدوا بعض على أمل أنه ضمهم بميكانيزم معينة يقويهم. كل ذلك وهنالك عالم جديد يظهر، بعض بسموه البريك، يعني البرازيل، روسيا، انديا، تشاينا. واذا بتلاحظوا كلها هذه الدول هي الدول الكبيره سكانا اللي كانوا يعتبروها مشكله. اصلا احد دراسات البنك صندوق النقد الدولي تقول ان المستقبل هو للدول الكبيره. الاقتصادات الكبيره في المستقبل ستكون هي الدول الكبيره سكانا. ولذلك انا اقول اذا في قوه ستكبر وتصبح لها دور هام في المنطقه هي مصر، لأنها عدد السكان من منطقتنا من وطننا العربي يعني. والدليل على ذلك شو بيميز تركيا عن مصر؟ كل ما متوفر من موارد في تركيا متوفر في مصر وفي زيادة عليه، وخصوصا القدرة والطاقة السكانية. النفط من حسن الحظ لنا وسوء الحظ لهم إنه سيبقى على المدى المنظور، يعني أنا مش على أيامي، على أيامكم أنتوا الشباب، وبعد أيامكم سيظل هو المادة الوحيدة للطاقة، وكل الاختراعات الأخرى لن تستطيع أن تنافسه كمادة في مجالات محددة، خصوصا يعني الاستهلاك الرئيسي للنفط هو في النقل وفي الطيران وفي السيارات وفي الكهرباء، ما فيش بديل. يعني حتى لما بتحط السيارات اللي بتمشي على البطارية بدك تشحن البطارية بدك طاقة لتشحن البطارية. الاختراعات البديلة اللي هي الطاقة المتجددة بيسموها ما زالت أمامها سنين طويلة لتصبح اقتصاديا، لأنه النفط سعره رخيص. أحد الظريفين عمل دراسة وقارن فيها بين سعر برميل النفط مع سعر برميل الشانيل. برميل النفط اليوم $100، برميل الشانيل، وانا ما بعرف انه اهم، يعني انا يمكن برميل الشانيل اهم بس بالنسبه للسيدات، بس من ناحيه علميه برميل النفط اهم. برميل الشانيل اليوم مثلا $100، برميل النفط، برميل الشانيل $1,600,000. يعني من لما هذا للمقارنة. فإذا النفط حيبقى سعره مرتفع ونحن ننظر نتطلع إلى نفط سعره، وأنا أدعي اليوم كما ادعيت قبل 10 سنين إنه سيصل إلى $100، وخطأوني أيضا كل الخبراء. أنا أقول أن سعر النفط سيصل إلى $150، وهذا نعمة. صحيح احنا ما عندنا نفط بالأردن، بس جيراننا عندهم نفط، وجيراننا هذول أهلنا، يعني أهل الخليج حكما هم أهلنا. لما يكون جارك بخير أنت بخير، لما يكون جارك مفلس أنت تزيد إفلاسا وتزيد تعبا. فخير الخليج سيعم على الدول الجوار بداية، وعلى وإحنا عم نلاحظ الآن أنه هنالك مساعدات تأتي من الخليج بفضل نعمة النفط. شو لازم نعمل؟ نحن أمامنا مرحلة صعبة من الإصلاح الاقتصادي، وأنا يعني أخذت على عاتقي
مشروع في الأردن، منتدى السياسات دعم السياسات الاقتصادية الأردنية، ونعمل في هذا المركز أو المركز الأبحاث في ظل كلية طلال أبو غزالة على دراسة ما يمكن أن نقترحه على الدولة من اقتراحات الإصلاح. ما بننتقد ولا بنهاجم ولا شغلتنا نضيع وقت من المسؤول عن خطأ أو من مش المسؤول. ما هو العمل الإيجابي الوطني الذي نستطيع أن نؤديه لنعمل إصلاح اقتصادي؟ وإن شاء الله إحنا عندنا اجتماع يوم الخميس لهذا المنتدى، وسنصدر أول ورقة إصلاح حول إعداد الميزانية، وبنهاية السنة نأمل أن نصدر تقرير كامل نقدمه للدولة لتستفيد من آراء نخبة من الخبراء من كل الجهات، مالتي ستيك هولدر. فينا فرق من الدولة، من الهيئة التشريعية، من غرف التجارة، من رجال الأعمال، من الأكاديميين، من المجتمع المدني. It's a multi-stakeholder exercise، هو مستقل، ليس متفرع ولا تابع للدولة، هو فريق عمل علمي في مظلة الجامعة. ولكن أمامنا الكثير لنعمله من الإصلاح لنستفيد من الأزمة العالمية، لنستفيد، هي فرصة. احنا ضيعنا فرص كثيرة عندما صارت أزمات في العالم الغربي سابقا، صارت أزمات سهلة، أزمات مش انهيارات. الآن عندنا فرصة، إذا أحسننا إصلاح اقتصادنا سنستطيع أن نستفيد منها كما استفادت وتستفيد الدول الأخرى. الآن الدول الأخرى في المستقبل الصاعدة، الصين اليوم أصبحت ثاني اقتصاد في العالم، روسيا أصبحت ثاني منتج للنفط في العالم، روسيا ستصبح عاصمة أوروبا خلال 10 سنين. يعني الدول الأوروبية كلها ستتجه وسيتحلل الاتحاد الأوروبي. ما نشوف الفائدة منه، لم يستطع أن ينقذني عندما انهارت، أريد دولة تستطيع أن تنقذني لأنه عندها فوائد، أصبحت دولة فوائد التي كانت تستجدي أمريكا لتدفع رواتبها. العالم تغير بسرعة ونحن مع الأسف يعني ما زلنا، وأنا واحد منكم، ما زلنا لم نغير تركيبة تفكيرنا لنتوافى مع هذا المتغير. أمامنا أيضا مجال جديد مهم ويجب أن ندرسه ونشتغل فيه، اللي هو خدمة المجتمع، مسؤولية الشركات في المجتمع. هذا عنا عيب أساسي في الوطن العربي كله، يمكن أحد أسبابه أنه قوانيننا لم تشجع في أمريكا وفي أوروبا. عندما تدفع مبلغ تتبرع بمبالغ للعمل الخيري تخصم من ضرائبك بطريقة مختلفة عن ما هو موجود، ففي تشجيعات وفي طرق كثيرة وفي ثقافة مسؤولية المجتمع. هاي الثقافة عندنا ما خلقناها، لأنه بالنهاية مهما وضعنا من قانون ومهما عملنا من أنظمة للمساواة في الضرائب، بالدخل، في العبء الضرائبي، الدفع الغني ونترك عن الفقير، جون بول جاتي المعروف رجل النفط قال لو جمعت ثروة الدنيا كلها الصبح الساعة 10 ووزعتها على كل الناس بالتساوي، الساعة 10 بالليل بيكون في واحد غني وواحد فقير. مش ممكن انك تقضي على عدم المساواة والفقر. فبضل في مسؤولية عند مسؤولية القوة، انه القوي يساعد الغير قوي. انا كنت في مؤتمر في حول هذا الموضوع، وقالت استشهدت بقول لأمنا تريزا عندما قالت إذا كنا لا نستطيع أن نحب الناس الذين نراهم كيف ندعي أننا ممكن أن نحب الله الذي لا نراه؟ يعني إذا ما بتحب الناس اللي بتشوفهم كل يوم، والناس جماعتك وأهلك وجيرانك وأصحابك وموظفينك، إذا ما بتقدر تحبهم كيف بدك تدعي إنه بتحب شيء مش شايفه اللي هو الله؟ فحب الله يفرض أن نحب الناس الذين محتاج. هاي ثقافة مش موجودة عندنا، يجب أن نطورها ونصرف على 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 تشجيعها. في مسؤولية على الدولة ومسؤولية على أجهزة الدولة، وسواء كانت الجهاز التنفيذي أو التشريعي بشقه. وارن بافيت أغنى رجل في العالم
له قول أنا حبيته جدا. سألوه كيف تعالج أزمة الدين والعجز في موازنة أمريكا. قال I have a one minute solution. قال له ما هو الحل؟ قال نعمل كود أو قانون بيقول إنه أي شخص في حكومة عضو أو في مجلس النواب أو في مجلس السند في عهده يزداد الدين أو يزداد العجز يجب أن يترك مكانه ولا يجوز له أن يترشح أو يأخذ منصب بعد ذلك. بتقول بتلاقي كلهم بدأوا يشتغلوا يوقفوا العجز ويوقفوا الدين العام. أنا حطيتها في إحدى كتبي الرسمية رسائل الرسمية وقلت إنه أنا عجبني هذا الرأي وأتمنى أن يطبق على كل واحد فينا. أيضا العالم الظالم هذا في كل شيء ظالم أيضا في معاييره الاقتصادية ومؤشراته الاقتصادية. إحنا نتكلم عن نسبة نمو وأنا عم بتكلم عن نسبة نمو ونسبة عجز ونسبة بس ما أثروا على كل واحد فينا. أثروا علي غير عن أثروا على السائق اللي معي. اخترعت هنالك معايير رفضتها الدنيا كلها وأنا تكلمت في هذا الموضوع عن منصة الأمم المتحدة في الجمعية العمومية. قلت أنه أصبح من العيب ومن الخطر اثنين عيب وخطر أن نهمل المؤشرات الاقتصادية أي آثار المؤشرات الاقتصادية على الفرد. بتلاقي أنه والله نسبة نمو 10% في البلد والفقر يزيد 10%. هذا لا يجوز ويجب أن يكون هنالك تركيز وإحنا أيضا عم نتناول هذا الموضوع في المنتدى عندنا. أنا أريد أن أختم بأن أقول هناك الكثير ممكن عمله للاستفادة من الأزمة العالمية وواجبنا أن نستفيد. أصلا بوش قالنا هيك، قال إن بقصدي أوباما قال إنه إحنا ازدهارنا يعتمد على ازدهاركم. ازدهروا لأنه أنتوا أسواق لنا، نبيع بضائعنا، أنتوا مصدر لتشغيل الطاقة العاملة عندنا اللي ما رح مش هتلاقي شغل في بلدها. سيذهب الأمريكيين والأوروبيين اللي يشتغلوا في أفريقيا وفي في الصين وفي اليابان ولا في الصين وفي الهند. اليابان دخلت في مرحلة ركود، لذلك أنا آسف أن بذكر اليابان لأنه كنا نعتقد أن اليابان يوم من الأيام بدها تصير الاقتصاد الأول في العالم حتى تسبق أمريكا. مر عليها 20 سنة من الكساد والآن دخلت فعليا في الديفليشن وأصبحت اقتصادا ميؤوس منه. يعني فإنما الاقتصادات الصاعدة كلها صاعدة وفيها خير وفيها مجالات، وبالتالي هذه هي مصلحة الغرب أيضا. يعني في المرحلة التاريخية غريبة أن مصلحة الغرب أن نزدهر نحن، لأن ازدهارنا هو سوق بديل لسوقهم المنكمش، وهذه واضحة وبيحكوها علنا، يعني مش ما فيش فيها إخفاء. إحنا يجب أن ندرك ذلك بأن أمامنا فرصة لنزدهر، أمامنا فرصة لننمو في هذه الأزمة. وما حد يقول، وأنا أكبر ما يؤلمني أن وضع الميزانية بسبب الأزمة العالمية. لا يا حبيبي، الأزمة العالمية لم تؤثر على الدول إلا الدول التي فيها الأزمة اللي هي الدول الغربية فقط، كل دول العالم الأخرى استفادت من الأزمة. ولا يجوز لنا أن نقول أن بسبب الأزمة العالمية عنا عجز وبسبب الأزمة العالمية عنا دين يتراكم، كله مش صحيح. الأزمة العالمية ممكن أن تكون لنا بابا للازدهار ويجب أن تكون لذلك. وأنا أشكركم، سامحوني طولت عليكم. أشكر الدكتور طلال أبو غزاله على المعلومات القيمة، لأن أنا مضبوط كنت كلي eyes and ears زي ما بقولوا، يعني أنها هي interesting المعلومات، إن شاء الله أنكم استفدتوا منها. بليز نفتح المجال لأي أسئلة، إذا حدا بيحب يسأل الدكتور ومجهز بليز. سمح بدك ميكروفون؟ لا مش خليك فوق. خففين الأسئلة ما تخليها حتى ما أصوت. يعطيك العافية. طبعا كلمات وضخاء رهيب وكلمات حلوة. صوت 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 صوت
كلماتك حسست إن إحنا مفوضين يعني بهالعصف الاقتصادي اللي إحنا فيها معالمنا. هلأ زي ما تفضلت تحكي إنه دول الجوار عندها مواضيع مختلفة. أنا بعتقد الربيع العربي إذا في شيء عندنا الأردن بكرة بنحكي له. بكرة بنحكي عنه. هي مؤشرات اقتصادية يعني نحنا التفاعل اللي حضرتك مشتاق فيه بيعتمد على قديش أصحاب القرار الاقتصاديين قراراتهم حكيمة أو صحيحة. هلا إذا نحنا لحد هلا عم نتعثر بقرارات كلها خطأ معناته المستقبل ما رح يكون مزدهر ومورد الورد الأبيض اللي قدامك زي ما تفضلت تحكي. لأنه هلا إذا في اقتصاديين عندهم نظرة ثاقبة للمستقبل بجوز يكون الأمور ممتازة معنا كعالم عربي كشعوب عالم ثالث. بس إذا القرارات لحد هلا كانت جدا سيئة وصلتنا للمرحلة هاي والمؤشرات بتأدي إنه القرارات رح تيجي بجوز رح تكون أسوأ من اللي راح الحكومة مترفة قرارات اللي حتى قرارات الدعم إحنا الفقير ما بتوصله قرارات الاقتصادية المدن التنموية كلها سقطت الخصخصة سقطت يعني معظم القرارات الاقتصادية كانت خطأ. فكيف أنت عم بتشوف المستقبل مزدهر ضمن هالظروف اللي عم نعيشها؟ أنا كلامي كله صحيح ما عندي أي تحفظ على اللي قلتي ولا تعليق. أقول أنا قلت أن بإمكاننا ركزت كتير وأنه لا يجوز لنا أن نتحجج بالأزمة لأن بإمكاننا أن نكون مستفيدين فيها أن تشكل فرصة بدل أن تشكل مشكلة إذا استغلنا هذه الفرصة. تركيزك على إذا سنستطيع أن نستغل أو لا هذه لا أستطيع أن أحكم عليها. أنا أقول أن يجب علينا أن نستفيد من هذه الفرصة وأن لا تضيع علينا هذه الفرصة. بس بإمكاننا هل راح ننجح؟ سؤالي توقعات ليش راح تستمر هالفترة اللي تدخل فيها أوروبا وأمريكا؟ عشر سنين. مساء الخير دكتور، يعني أبدعت بالمحاضرة طبعاً. في عندي سؤالين. السؤال الأول عشان معالجة الاقتصاد باليونان الرسبي كانت to cut the budget deficit to increase the income tax with taxes وخاصة إن اليونان هي أقل دولة بكل أوروبا in average taxes revenue مجموعة taxes لل GDP 24% بينما في اليونان 8%. عاد المعالجة إنه تكتل بجت ديفيسيت ورح يزيد الانيبلومنت ورح يزيد البؤس والكآبة بينما المعالجة بالاقتصاد الأمريكاني اللي كمان كمان باتت 14-16 تريليون دولار شيء بالهبل 15 العلاج تبعهم to increase the budget deficit to يسووا الانفراستراكشر بروجكت وتكلفة 480 بليون دولار. كيف رأيك انه هون عم بيعالجوا to create employment to stimulate the economy بينما باليونان بدهم يربحوا الايكونومي عشان سؤال كثير مهم. وسؤال ثاني بعدين انه هل باعتقادك انه الريل استيت بروبلم بالاردن البابل فقعت ولا لسه البابل ستيل تو كام؟ شكرا. عن عجز خليني احكي اول عن امريكا. عندما استلم الحكم بوش الصغير كان العجز كان الدين العام 5 تريليون سلموا لاوباما 10 اوباما وصلوا اليوم 15 يعني في الفترة في عهدين تضاعف 3 مرات من 5 تريليون إلى 15 بسبب سياسة الإنفاق اللي تحدثت عنها وسياسة تشجيع الإنفاق. يعني حتى كان يقول الرؤساء الأمريكيين إذا كنت مواطنا صالحا اصرف اشتري اقترض. هذه كانت الفلسفة هذه فلسفة طبعا أدت إلى ما وصلنا إليه. في نفس الوقت لما نتكلم عن اليونان
أنا كتبت في رسالة رسمية وجهتها إلى الحكومة وإلى مجلس الأعيان عندما قبل ما أتفنش، وجهتها وقلت فيها، قلت فيها أن الأردن اليوم هو في وضع يشبه اليونان قبل الانهيار. ليش؟ لأن اليونان رفض أن يقر بأنه في مشكلة، فحصلت المشكلة. كل الخبراء والنصائح والمخلصين قالوا لصانع القرار، هو هذا بابندريو اللي نزل، بابندريو كله بابندريو هناك، بابندريو قالوا له انه انت في عندك مشكلة يجب معالجتها، رفض ان يقر لانه السياسي لا يريد ان يحصل اي اصلاح في عهده لانه بمس رضا الشعب. فأنا خليني هلأ بدام أنا لساتني عايش وموجود خليني وراي مثل بحكوماتنا. هلأ الحكومة بتيجي بتقعد ست شهور بتقول لك أنا طب أنا ماشي بعد سنة، وبعد سنة خلي المشكلة يحلها اللي جاي. أنا ليش أتورط، ليش أتورط وأعمل إجراءات غير مقبولة وغير مرحب فيها اجتماعيا؟ هذا تفكير سياسي مع الأسف. السياسي بفكر أنه أنا خليني أرمي المشكلة على اللي بعدي ورحلها، وتزداد المشاكل مع الترحيل. اليونان وقعت في هذه المشكلة ليس للأسباب، من الأسباب اللي تفضلت فيها لأنها لم تعالجها. لو عالجت أن لا يجوز أن يكون دخل الدولة بهذه النسبة الضئيلة من الضرائب كما نحن هنا، وأنا هون خايف، يعني أنا بخاف عندما أرى أن الدخل تبعنا يصبح معتمد على المساعدات الخارجية. أنا في إحدى التوصيات اللي سنقدمها أنه لا يجوز أن يدخل في الميزانية العامة المساعدات. أنا بدي أشوف في ميزانيتي الدخل اللي جاي من الناتج القومي، وميزانية أخرى للمساعدات وكيف تصرف. أما أني أخلطها وأقول أجاني مساعدات وهي تعتبر دخل للدولة، لا، مش دخل. هاي الدخل الحقيقي هو الدخل الناتج عن الناتج القومي، من الضرائب، من الرسوم، من الإيرادات المتحققة للدولة، من استثماراتها إلى آخره، إنما ليس من المساعدات. فإحنا بالعكس، أنا أقول أن درس، وأنا نبهت هذا في كتاب رسمي يعني وعمم وأظن في بعض الوسائل نشرته، قلت إنه إحنا إذا لم نلتفت إلى وضعنا ونقر، ما نضل نقول. أنا اعترضت عندما قال رئيس الوزراء السابق وقلت علنا، عندما قال أنه إحنا بخير والوضع عظيم وما في لزوم للقلق، لا يا حبيبي، في لزوم للقلق ونص، في قلق لازم تقلق، والقلق صحي، القلق الإيجابي، مش القلق اللي نتألم ونيأس لا، أنه في عندي مشكلة لازم أحلها. أما تيجي تقول لي أنه ما في مشكلة أبدا والوضع كله تمام، وبتقولوا بالغنية المصرية الجو بديع والدنيا ربيع، قفل على كل المواضيع. لما رئيس حكومة يقول لي الجو بديع، لا أنا بقلق، أنا بقلق. لما يقول لي لا إحنا عندنا مشكلة ونحن يجب أن نحل المشكلة برتاح، أنت بدك أني ما أقلق؟ قل لي إنك قلقان. لما الحكومة بتقول لي أنا قلقة، أنا ببطل أقلق لأنه بعرف أنها تشعر بالمشكلة وتعالجها. أما عندما الحكومة تقول لي ما في مشكلة، وتصريحات بالصحف الوضع تمام وما في مبرر للقلق، شو مبرر للقلق؟ في أكثر من مبرر للقلق، وعندما لا تدرك أن هنالك مبرر للقلق أنت عندك مشكلة. وأنا هذا من الواجب أن نقوله لمسؤولينا في الحكومة، بأنه أنتم يجب أن تقلقوا حتى تطمئنونا. ما بتطمئني بأنك تقول لي ما تقلق كل شيء تمام، لا، بتطمئني لما تقول لي عندنا مشكلة وإحنا عم بنعالجها. ساعتها بنام بقول في من هو مسؤول عن معالجة الأمور وهو يجري على معالجتها. هلا من المشاكل اللي أمامنا ونجب نعالجها هو قطاع العقار. قطاع العقار مشكلة، وأنا لا أريد أن أتكلم فيه لأنه بديش ينفهم كلامي على أنه باقون. تذكروا قصة العبدلي وباقون. فنحن من ضحايا سياسة العقار، السياسة العقارية الخاطئة. وهذه يومها أنا كتبت كتاب لرئيس الوزراء، وصدفة هو نفس رئيس الوزراء الأخير كان وقتها عند استملاك عقاراتنا. قلت له سيأتي يوم وترى أن هذا المشروع الذي يقام في العبدلي كارثة وخطأ على الاقتصاد الأردني، مش علي أنا، ما عندي مشكلة. أنا أخذت بنياتي، اشتريت 4 بنايات أخرى ونقلت عليها ومشي حالي.
بس انت اللي عندك مشكلة، انت كدولة عم تدخل في مشروع اقتصاديا، واحنا خبراء في الدراسات نقول لك انه هذا غلط، رحمة بالاردن لا تستمر فيه. الان نعاني احنا من مجموعة مشاريع من هالنوع، ليس فقط هي تشكل نزيف وعبء على الدولة، بل ايضا شكلت مشكلة لاصحاب العقارات الاخرين، لانه هذا النوع من العقار يعمل مشكلة في اسعار العقار وفي كمية العقار المتوفرة. وتكلمت فيها انا مع الرئيس السابق، قلت له انه احنا يجب ان نوجد حل لأزمة العقار اللي هي أزمة حقيقية وتستوجب حل وقابلة للحل، ولكن يجب أن يكون عندنا القدرة لنقول أولا نبدأ بأنه عندنا مشكلة. بس طالما كل يوم الصبح بنقول الوضع عظيم وما في عندنا مشكلة، طول ما مشاكلنا تتراكم إلا أن يصير فينا اللي صار في اليونان. هذا خوفي، وهذا أنا أقوله علنا وأقوله بالإعلام، يعني مش عم بحكي شيء اللي هو سر ولا عم بحكي شيء وأنا خايف منه. بالعكس، وطنيتي وحبي لهذا البلد بيقول لي أنه لازم أنبه أنه عندنا مشكلة ويجب أن نعالجها، ونحن قادرين على علاجها. أنا تركيزي أنه إحنا قادرين على علاج كل هذه المشاكل إذا بدأنا بأن نقر بأن في مشكلة، وهذا لسه ما حصل كفاية. يعني نسمع مرات تلميحات عندنا مشكلة سيولة، عندنا لا عندنا أكثر بكثير من هيك، أن مشاكل اقتصادية كثيرة تحتاج إلى حلول جذرية. العجز كل سنة يزداد. صح. الوضع الاقتصادي العالمي في سوء، في تقربون وتراجع. مع احترامي لأرقام ميزانيتنا، إذا بدنا نعتمد على الناتج المحلي، الظروف اللي نعانيها، الناتج المحلي بينزل، النفقات الجارية، أما النفقات الرأسمالية الضرورية قاعدة بتزداد. ميزانيتنا بنعتمد على مساعدات من خلال الاتحاد الأوروبي، يعني أرقام ميزانية بتعتمد على المساعدات الخارجية، نكون صريحين، لأنه نيجي على التصدير والضرائب ما في لا استيراد جمارك ولا ضرائب، يعني شوي حلحلوها بالمخطط الوصول الاراضي والعقارات مشروع. انا باعتقادي انه الحل لمعالجه العجز دخول معي مجلس التعاون ايجابي ولا مش ايجابي في المرحله. كنت في الموضوع التلفزيون الاردني، يعني ما بعنديش مشكلة أن أحكي فيه، لأنه حكيت فيه وكان معي رجلين هامين مسؤولين في الدولة وكنت مخالفا كليا لرأيهما. أولا ما فيش دخول لسه، وهم كانوا قالوا أنه دخلنا وخلاص وما ضل شيء إلا بس نفتح دفتر الشكات. أنا قلت أننا كل ما هنالك أننا تقدمنا سنتقدم بطلب، يعني رحب بنا لتقديم طلب. الطلب لهلا ما قدمش ولم يحصل ولا اجتماع. امتى انا عملت الندوه التلفزيونيه؟ صار 6 شهور. هكشي. من هذاك اليوم لليوم لم يحصل ولا اجتماع حتى الان لبحث الموضوع. حصل مش سامع. لا 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 لا، هذا مش اجتماع عمل ايضا. اصلا انا منيح انك سالت السؤال او طرحت النقطه، هذا ليس اجتماع مفاوضات، هذا لا، ما انا بقول لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا عم بعطي ما حصل وليس ما احب ان يحصل. لم يحصل اجتماع فريق تفاوض التقى مع امين عام مجلس التعاون، وانا معلوماتي ليست فقط من الاردن، معلوماتي من خارج الاردن. أولا التقى معه لقاء للتفكير في ترتيبات بدء المفاوضات، وبدء المفاوضات تبدأ بأنك تشكل فريق. ما بعرفش إنه تشكل فريق، مش على علم. الفريق مشكل لجان، عم بحكي على فريق التفاوض. next step هي إنه تشكل فريق وتقدم طلب. لما تقدم طلب وتبدأ في المفاوضات يمكن 5 سنين إذا كنا حظنا طيب. نتذكر أن اليمن قعد 10 سنين في المفاوضات وما دخلش في مجلس التعاون.
بدنا نتذكر انه في مفاوضاتنا للانضمام لمنظمة العالمية للتجارة اللي هو اسهل بكثير لانه هناك في تمبليت شو هي الشروط، بينما في انضمام الى هذا مجلس التعاون بدك تتفاوض بالميزات التبادلية لك وإله، والتفاوض هو شو عندك تعطيني وشو عندي انا اعطيك، شغلة طويلة جدا. انا اقول الكلام حتى لا نبني امالا على احلام، مش اني ما بحب، انا شغلي بالخليج وانا يعني انا جزء من عملية الانضمام الى مجلس التعاون، انا اتمنى ان يحصل، ولكن اللي لم يفكر فيه حتى الان المفاوض، اذا في مفاوض انتم بتقولوا تشكلت لجان مجلس التعاون تقروا بالجرائد طبعا. شوف حبيبي انت جاوبني، انت جاوبني، انت دخلك من المساعدات ومن الضرائب في شيء ثاني؟ طيب المساعدات لا يجوز اني اعتمد عليها، فاذا دخلي هو من الضرائب. مجلس التعاون ما في ضرائب، صفر. طب 5% جمارك مش ضرائب، ايه على معنى ان تحكي الرسوم على الجمرك، انما الضرائب الحقيقيه الضرائب الدخل وغيره ما في. طيب كيف ستتعامل مع ميزانيتك عندما تنضم الى مجلس التعاون؟ لانه ممنوع عليك يكون عندك ضرائب، والا انت في نظام مختلف عن نظامه وبدك تخفض جمركك ل 5%، يعني سيارتك بدها تصير تشتريها اللي احنا بندفع قديش 200% تقريبا، قديش 80% ندفع 80% جمرك بدها تصير 5%. فانا بشتري السياره في البحرين او في السعوديه وبسوقها لهون، ما هو ما فيش جمارك هناك والسوق مفتوحه، حدود مفتوحه. ما هو بديلك للضرائب؟ هذا موضوع بده بحث. بدك تقول لي بيعوضوني عنه؟ هل اريد ان اصبح دوله على 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 اعضاء في مجلس التعاون يسددوا لي الايراد تبعي شهريا كاني موظف عندهم؟ هل نقبله؟ انا لا اقبله، انا كمواطن ما بقبل الكلام انه انا والله ما عندي دخل فانتم عوضوني كل شكل كل شهر ابعثوا لي تشيك. لا لا نصبح بطل دوله. الموضوع معقد جدا والموضوع معاييره مختلفة، بالإضافة إلى أن مجلس التعاون نفسه دوله مش متفق على هذا الرأي، هنالك دول معارضة للانضمام، والانضمام لن يكون إلا بالإجماع، قرار ضم أي عضو جديد هو بالإجماع. ما أقوله مش أنه أنا ما بدي، ما أقول أنه أرجوكم أن نفكر معا بحلول بديلة. لذلك السؤال إذا هذا مفيد، هذا مش حل لك لا اليوم ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها، فكر اليوم بحلول أخرى. إذا جاء كذلك، إذا جاء هذا الحل لاحقا بكون خير على خير، بس إني أقعد أستنى إنه أنا راح ينقذني الانضمام إلى مجلس التعاون، أنا بقول لك أن المفاوضات لن تبدأ قبل 2012، لن تبدأ المفاوضات مش الاجتماعات. والمفاوضات يعني ان احط انا على الطاوله طلب فيه قبول بالشروط او بشروطي لقبول الشروط، وشغله معقده جدا صعبه جدا. احنا ساعدنا كثير من الدول، نصحناها في الانضمام الى اتفاقيات، وبنعرف شو معنات المفاوضات في الانضمام. بعد ان طولت سامحوني، انا اعتبر انه هذا عمل طيب ان شاء الله، أنا أتمنى أن يحصل، ولكن لا يجوز أن نحلم بأنه سيحصل غدا ونبني على ذلك آمالا غير حقيقية.